السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في نفس المشروع اللي هنا سقيا الحيوانات الكبيرة دي، النقطة دي اللي هناك زي ما شايفينها النقطة الثالثة من النقاط اللي هو توزيع المياه الصالحة للشرب على الأهالي. طبعا المشروع ده كله الكبير ده اللي مكلف مئات الآلاف من الدولارات بيدار من مجموعة من الأهالي اللي الإغاثة الإسلامية دربتهم على إدارة مثل هذا المشروع الكبير. ورانا هنا هو ده زي ما احنا شايفين اللي هو الماتور اللي عندنا هنا، هو زائد هناك اللي هو المكتب ده بتاع المجموعه التعاونيه للستين اسره اللي اتعملت عشان يزرعوا العشر هكتارات اللي احنا شفناهم اللي بيزرعوا فيهم اكل المواشي. نفس المشروع في نفس المزرعه، وهنا في المكان هنا بتاع توزيع المياه الصالحه للشرب زي ما احنا شايفينه على الشمال. لكن المجتمع اللي موجود هنا هو النساء والرجال. نحن هنا في المكون الاول من مكون اخراج المياه الصالحه للشرب اذا كان الحيوانات او للبشر، وكذلك المياه الصالحه للزراعه. المشروع ده كله اتكلف حوالي 285,000 دولار، والاغاثه الاسلاميه بفضل الله سبحانه وتعالى عملته علشان المنطقه دي كلها بيستفيد منه 5000 منزل، يعني حوالي 25,000 شخص في المنطقه. نحن الان في مدرسه آل أبو محمد، وهنا المدرسه دي الاغاثه الاسلاميه بنت فصلين كبار لاحدهم بالتعاون مع مؤسسه الاصمخ في قطر عام 2016،